صباح الخير، ازيكم؟ كيف انكم؟ انا لي زمان ما شفتكم. النهاردة بنتحرك، احنا في العراق، بنتحرك من مدينة كربلاء اللي اتسعت بشكل مختلف خالص عما كنت فيها في التسعينات. والنهاردة احنا بنتجه من كربلاء الى الكوفة، ومن الكوفة الى النجف، المسافة بينهم بسيطة. في الكوفة يا سيدي مسجد ودار اقامة سيدنا علي عليه السلام. وانا كنت بقى جيت هنا في التسعينات، ولما مشيت من هنا في التسعينات تصورت ان انا يعني صعب ان انا ارجع تاني، لكن شاء القدر ان انا ارجع. قالوا كمان معايا كاميرات ومعايا استقبال رائع من الناس هنا، كلهم يعني عملوا معانا واجبات ممتازة في تسهيلات التصوير وكل حاجة. وان شاء الله نقعد بقى مسجد الكوفة، ثم المفاجأة، ثم نذهب الى النجف حيث مرقد سيدنا علي رضوان الله عليه. احساس بيبقى في الاحساس الحلو، وفي الاحساس المبهج، وفي الاحساس الجميل، وفي الاحساس اللي ما تعرفش توصفه، ما تعرفش تقول فيك ايه. يعني يقول لك انا حاسس ان انا طاير، انا حاسس ان انا، لا مش حاسس بكده، حاسس بحاجه غير كده، حاسس بحاجه يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني قاعد كده ساكت، لولا هيبقى قالت لي لازم تسجل حاجه وانت رايح مرقد الامام علي، لانه المراقد كتير. المراقد هي اماكن وضع جثامين الناس اللي احنا بنحبهم، ده معنى كلمه مرقد، عشان احنا عندنا في مصر نسميها التربه او الضريح لما يكون امام، وده اي امام. يبقى احساس كده مش عارف، لانه بقول لكم بقى المراقد فيها شك في بعضها، في شك انه ممكن يكون موجود الجثمان، وممكن تكون الناس عملت مقام عشان بتحب هذا الشخص، يكون الشخص ده اصلا ما جاش البلد دي خالص، لكن حبا فيه او حد طلع حكاية. لكن احنا رايحين لمرقد لا شك فيه على الاطلاق. المكان ده عاش في سيدنا علي، والمكان ده استشهد وقتل في سيدنا علي. ممكن يكون المرقد نفسه مش هو في جسد الامام، ممكن، ما انا ما نعرفش، لكن في هذا المكان اقام وحكم وشاف خيانات وشاف غدر، وقال حاجات بنتعلم منها وهنفضل نتعلم منها، اقوال مأثورة كتير جدا سيدنا علي، لأنه كان يعني ملك اللغة، هو اللي حط القواعد والرعقات. شوفوا كاتب ايه عن قيمة وجماليات الجمل بتاعة سيدنا علي، يعني حاجة في منتهى الجمال، انا بحب اقرأ عنه. تصوروا ان كل كاتب من الكتاب الكبار يتبارى في انه يصيغ عبارات حلوة على كأنها على لسان سيدنا علي، لأن هو ملك العبارات الموجزة الرشيقة اللي في اللي احنا نسميه التمام في الصميم، يعني هكذا كان سيدنا علي. فاحنا انا بقى الفكرة عندي انه في المكان ده هو مشي واتكلم وراح وجه وعمل حاجات وحارب، مش في المكان ده نفسه بكل الحروب بتاعته، لكن في معركة طبعا عارفينها، الجمل كانت جنب البصرة، وبعدين معركة صفين مع معاوية. احكي لكم باختصار الحاجات دي. والحقيقة انا عايز اقول لكم حاجة برضو مهمة جدا عن الزيارة بشكل عام، دي كويسة برضو انا افتكرتها،
انه انا لما باجي اماكن بدي لك فكرة، انا مش بسجل لك التاريخ بالنص، انا بدي لك فكرة. اذا كان الموضوع شغل بالك فانت ممكن تطلع بمعلومات عنه كتير جدا وتقرا، لكن انا بدي فكرة صغيرة. المعلومات اللي نجيبها بنحاول نجيبها تكون معلومات دقيقة، لكن مش كل المعلومات، لان مسألة كل المعلومات هيتحول للقاء لدرس، هيبقى برضو مش كل الناس تبقى عايز تسمع. فاحنا بندي نبذة ندي نبذة ونقفل التليفون دلوقتي عشان السيطرة. وقفنا عشان السيطرة، السيطرة دي هنا نقط المرور، عشان طبعا العراق ظروفها كانت صعبة جدا، الحمد لله فكت كل الاشياء. السيطرة دي اللي هو اللجنة او مداخل مثلا عليها امن، فتقف لجنة كده وبصوا لنا ومرة وقفونا وخدوا البازورات، انتوا جايين ليه وتعملوا ايه؟ لكن الناس لطاف جدا. فسيطرة يعني لجنة او مدخل مكان، فالامن واقف. وبعدين يسألوا علي الساق الجميل بتاعنا معاك سلاح؟ يقول لهم لا. يقولوا طب خش. لطاف جدا. فانا كنت بقول لكم ان احنا افتكر دلوقتي بنديكوا فكرة، اللي يعجبك يا اما تطلبه مني نقدمه لك في طبق فويل، نقدم لك انت عايزه، يا اما تحاول تقراه لو انت عجبك الموضوع وحسيت انك انت يعني تحب تعرف تفاصيل. لكن هنديك فكره للي ما يعرفش ايه قصه سيدنا علي، وقصه علي مع الظروف المحيطه في الدوله الاسلاميه وقتها، وليه خرج سيدنا علي من المدينه وراح الكوفه رغم انه كان قرر يقعد في الكوفه نتيجه نصائح من 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 الصحابه اللي كانوا موجودين، وليه حصل الاستشهاد، وليه فضل سيدنا علي مناره كبيره كده ليه؟ كل دي حاجات هنعرفها واحنا بنتجول في العراق. انا الان في اعلى موقف احسد عليه، لاني في العراق وبجوار مراقب، طول ما انت ماشي اسماء رنانه موجوده تاخد قلبك كده من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام. لان لما طلع المسلمين طلعوا فوق، بداوا بالكوفه وبالبصره، وبعدين عملوا الكوفه وعملوا الحاجات، كانت البصره موجوده، عملوا الكوفه وعملوا كربلاء وعملوا النجف وكان في حاجات كتير. فانا في الموقف الذي احسد عليه الان، فالله اكبر. نحن امام مسجد سيدنا علي ومرقد، لا مسجد وبيت سيدنا علي. يعني طبعا الدنيا متغيره خالص عما جيت قبل كده، زي ما انتم شايفين رضوان الله عليه حاجه جميله جدا، يعني حاجه ما كانش كده خالص، كانت حاجة أكثر تواضع من كده، لكن اللهفة كانت زي ما هي. يعني الحب ملوش علاقة بالتفاصيل دي. يعني دلوقتي أعتقد إن احنا داخلين المكان نفسه، يعني الحرم بتاع المسجد، مسجد الكوفة ده بناه سعد ابن أبي وقاص سنة 19 هجري بتشاور مع امير المؤمنين بوابه ابي طالب سيد البطحاء، امانه مسجد الكوفه والمزارات الملحقه بها. الدنيا هاديه خالص، الكرم العراقي دخلونا بالعربيه. يا سلام. موجود. الله يكرمك. حاضر تعال اطلع له هسه حالا. نعم.
هسه لو ما تطلع احنا بنطلع من هنا برضو. ايه اوكي ما اطلع ان شاء الله. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يكرمك. راحت يا سلام. انا بقى مش متلخبط بقى لاني مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف ايه اللي حصل. كان ده مسجد سيدنا علي، معرفش فين بقى بيت سيدنا علي، كان جنبه كده على اليمين. خش شويه علي كده، كان المفروض يبقى على اليمين كده البيت، منزل سيدنا علي. يمكن دخلوه في الجامع، الله اعلم. ده عقيل بن ابي طالب. ايه ده؟ ايه ده؟ باب. المسجد كبر ما شاء الله، حاجه حلوه. امال البيت فين يا عمار؟ البيت علي، بيت سيدنا علي فين؟ فين؟ هسه على الجهه الثانيه، هذا من عن المدخل نطلع من الباب المقابله على اليمين. بالضبط كده على اليمين كده اهو. تمام. هسه احنا مباشره على مزار سيدنا مسلم بن عقيل سلام الله عليه، سفير الامام الحسين. بس القبر مات على القبه الذهبيه. سيدنا علي جوه؟ وعلى سيدنا علي جوه؟ لا بالنجف. احنا هنا المسجد. ايوه انا متاسف، ما عرفتش مظبوط. المسجد بس هنا في المكان اللي اتضرب فيه سيدنا علي، المكان اللي ضربوه بالسيف هنا. ايوه، والمكان اللي وقع عليه معلمينه هنا، وسدكه القضاء هنا موجود. الله يكرمك. بس يلا دي بقى حكايه ثانيه. ومهما أهلامي تغلبني.